الموضوع فابقوا معنا. نسعد باستضافة السيد مويدي محمد المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها. صباح الخير. صباح الخير سيدتي، صباح الخير لكافة متابعي قناتكم. صباحك طيب، نشكرك على تلبية الدعوة دائما. حديثنا اليوم والآن اهتمامنا بذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا الديوان من بين الهيئات المهتمة بهذه الفئة، الآن سنتحدث عن الديوان بصفة عامة والجديد في التكفل بهذه الفئة. يلا نعرفه في البداية الديوان. شكرا سيدتي. أولا ديوان متواجد منذ سنة 1988 وأخرا تم عيد ميلاد ديوان ل 35 سنة. الله يبارك. 35 سنة من العطاء ومن الإنجازات من كل ما قدمه لهذه الفئة المحتاجة لكل ما يتعلق بالأطراف الاصطناعية أو الأحذية أو السماعات. فهو ديوان هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنشئت خصيصا من أجل التكفل من ناحية الأطراف الاصطناعية وكل ما يتطلبه الشخص المعاق حتى يزاول ويكمل حياته بدون عناء وبدون أي مشكل في حياته المهنية أو الاجتماعية. نعم أكيد، هذا هو الهدف والمهام الأولية والأساسية للديوان، أنه نساعد ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق هذه التركيبات واللواحق حتى يكون عنصر فعال في المجتمع. كيفية التكفل بهذه الفئة؟ أكيد أنه عندها مراحل وإجراءات خاصة. مراحلية بسيطة. أولا يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم إلى مصالح الديوان أن يكون أو من طرف صناديق الضمان الاجتماعي المعروفة، هي صندوق ضمان اجتماعي للعمال الأجراء أو صندوق ضمان اجتماعي للعمال غير الأجراء أو حتى الصندوق العسكري، يتقدم بوصفة طبية إلى مصالح الديوان متواجدة على مستوى 46 ولاية لتضم تقريبا 97 نقطة اتصال بين لتقدم الخدمات. يتقدم بوصفة طبية وبطاقة شفاء للحصول على الجهاز المراد. بعدها يتم معاينة المريض، الشخص المريض من طرف مختصين في مجال الصناعة، صناعة الأعضاء الاصطناعية، ويتم أخذ القياسات اللازمة ثم نقوم بعملية التصنيع. هذه أمور بسيطة وبسيطة جدا. دونك الدولة أخذت على عاتقها التكفل بهذه الفئة من خلال تبسيط كل الإجراءات الإدارية والتقنية من أجل التسريع في عملية تجهيز هذا الشخص المعاق في أحسن الظروف. طيب أكيد أنه الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها عنده عدة مجالس وعدة مجالات أو تخصصات للاهتمام بهذه الفئة. أكيد. حتى عليها الآن. أكيد. ينشط الديوان في على المستوى الوطني كما قلت سابقا على مستوى 46 ولاية، ويقدم أربعة أصناف من المنتجات. الصنف الأول هو كل ما يخص بالأعضاء التجبيرية، الأعضاء التجبيرية منها الأحذية، منها الأطراف الاصطناعية، منها الأحزمة الطبية، منها المثبتات. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني كل ما يتعلق بالمساعدات التقنية السمعية. معادات التقنية السمعية. النوع الثالث وهو كل ما يتعلق بالمساعدة التقنية على المشي، مثلا الكراسي المتحركة، الكراسي الكهربائية. أو حتى كل ما يحتاجه الشخص المعاق من آلات للتنقل. والنوع الأخير هو كل ما يتعلق بالمساعدات التقنية الصحية، منها الأكياس الطبية أو حتى الأفرشة ضد التقرحات. عندما نتحدث سيدي المدير على الجديد في الديوان، تذكروا ربما خدمة جديدة هو عرض البدائل السمعية اللي كان مؤخرا. يريد تحط المشاهد في الصورة فيما يخص هذه الخدمة، وأيضا تحدث على كل ما هو جديد فيما يخص الخدمات أو الفروع المنضمة أو المنتمية للديوان. الجديد فيما يخص المساعدة التقنية السمعية، مؤخرا حتى ننقص الضغط على المركز اللي موجود في العاصمه،
خذينا قرار باش يكون عملية التصنيع تكون على مستوى جهوي، وين كنا فتحنا ورشة لتركيب وصيانة وتسليم السماعات على مستوى الشرق. سابقا كان الجهاز المطلوب مثلا في تبسة يصنع في العاصمة، اليوم خذينا قرار باش يكون على مستوى قسنطينة حتى نقص الضغط على المواطنين. عندنا مشروع باش نفتح ثاني ان شاء الله في السنة هذه على مستوى الجنوب، وفي على مستوى الغرب يكون على مستوى ولاية بلعباس. على مستوى العاصمة خذينا قرار باش حتى لعلم المواطنين ان السماعات اصبحت مطلوبة كثيرا من طرف المواطنين. نعم. حيث تم تسويق على سبيل المثال في سنة 2022 قمنا بتسويق حوالي 12,000 سماعة، شيء كبير. نعم. ليطلب مجهودات ويطلب حتى تقنيات خاصة لتسليم هذه السماعات وصيانتها. هذا على مستوى المساعدة التقنية السمعية. نعم. فيما يخص المساعدة التقنية على المساعدة على المش، كان ديوان يستورد الكرسي المتحرك الكهربائي يتم استيراده من الخارج. نعم. اليوم خذينا قرار باش نصنعه في الجزائر، والحمد لله كل المجهودات التي قام بها المهندسين الديوان تم تصنيع هذا الجهاز على مستوى وحدة تيكزيرت، وسنقوم بعملية إن شاء الله تسويقها ببداية من الفصل الثاني إن شاء الله لسنة 2023. من الجيد طبعا الاهتمام بالتصنيع كعنصر اللي يوفر لنا منتوجات ولا أيضا مكونات اللي يستحقها هذه الفئة، وأيضا فيما يخص الصيانة أيضا، لأنه دائما هذا استعمال هكذا بدائل أو أمور لابد أنه تحتاج الصيانة أيضا. ما مدى توفيركم للصيانة؟ لأنه نعرف أنه إذا كان فيه كم كبير من أشخاص اللي يتواصلوا معكم من ذوي فئات او القدرات الخاصه راح يكون فيه ضغط كبير على الديوان. اكيد فيه ضغط كبير، وفي حتى طريقه استعمال في بعض الاحيان سوء استعمال الجهاز ياثر حتى على نوعيه حتى مده الاستغلال هذا الجهاز. ولهذا كل مصالح الديوان متواجده على مستوى 97 نقطه تقوم بتوجيه المستفيدين وحتى صيانه في بعض الاحيان تدخل حتى لصيانه هذه المنتجات، لأنها مهمة الصيانة هي مهمة أكيلت كذلك للديوان. نعم. هي نشاط من أنشطة كذلك للديوان. نعم. كل ما هو عملية صيانة هي مضمونة من طرف مصالح الديوان. أكيد أنه أيضا التأمين موجود سواء في توفير هذه التجهيزات أو حتى توفير خدمة الصيانة. أكيد. التأمين يستمر لمدى كم سنة؟ سنة سنتين بعد استعمال؟ التأمين هي هذا وش يهم ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر. التأمين هو كل جهاز عنده أجهزة. نعم. الشخص المعاق كل ثلاث سنوات. نعم. وكاين أجهزة اللي يحتاجها كل ستة أشهر. نعم. مثلا الحذاء ستة أشهر بالنسبة للأطفال. نعم. للبالغين ثمانية أشهر. الكرسي المتحرك خمس سنوات. السماعة خمسة سنوات. هي مضبوطة بين صندوق ضمان. نعم. اجتماعي ومصالح الديوان. نعم. أكيد أنه احنا دائما نتحدث على هذه الفئة، ماذا بينا احنا دائما نقدموا رسالة سيد المدير في البرنامج أنه يكون فيه أقل نسبة من حوادث المرور، أقل نسبة من الأشخاص اللي يكون عندهم مشاكل صحية، لأنه هذا يتطلب عبء على الدولة للتكفل بهكذا فئة. في الختام ممكن رسالتك لذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى المشاهدين في هذه الصبيحة؟ الرسالة اللي نوجهها للمواطنين هو كل إنسان ممكن يصبح معاق. نعم. كل إنسان سواء من طريق حادث مرور أو حادث عمل. نعم. ولكن الديوان اليوم موجود. الإعاقة الله ماهيش إعاقة، الإعاقة أن تكون أنا في نظري نحنايا تكون إعاقة أحيانا أن الشخص عنده كل الإمكانيات وما يقدرش يضيف حاجة للمجتمع. صحيح. من استفاد من خدمة الديوان أصبح غير معاق. نعم طبعا أصبح غير معاق. ومصالح الديوان مفتوحة لهذه الفئة، وإحنا ملزمون بتقديم ما أحسن ما يكون في العالم، لأن الأجهزة اللي نقدموها هي أجهزة متواجدة حتى في متعاملين كبار في الخارج. الشيء اللي نقوم به على مستوى كل كل كل
كل مرافق الديوان مجهودات جبارة. موفقين في مجهوداتكم بحول الله، دائما الاهتمام بهذه الفئة التي أثبتت أنها فعالة وحققت المعجزات في عديد المجالات. إن شاء الله موفق. شكرا، بارك الله فيك، ونلتقي ربما في فرص أخرى دائما للحديث عن الجديد في هذا المجال.